وموضوع تاني الحقيقه برضو في ظل هذه الامور، انا بقالي يومين، انا من يوم الخميس، انتوا عارفين حضراتكم انا خميس جمعه سبت ببقى اجازه، فقاعد بسمع من امبارح اعتقد ولا اول امبارح كابتن اسامه حسني و استاذ جمال جبر، احنا دايما النادي الاهلي بيشتغل بالقانون، بيشتغل بالقانون، ما عندناش اي حاجه تخلينا نطلع ولا نرد ولا ما عندناش الكلام ده، لا ننظر لمثل هذه الامور. ف ميدو كابتن ميدو كان طلع واتكلم كلام لا يصح على استاذ جمال وكابتن اسامه، افاجئ ان الوسط الرياضي بالكامل او الوسط او الاعلام بشكل عام وليس الاعلام الرياضي، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ايه الاعلام من امبارح للنهارده، يقول لك ايه مشكله جديده في الوسط الرياضي. لا يا فندم، الكلام ده غير سليم وغير حقيقي وغير واقعي بالمره. التجاوزات معروف مصدرها فين، معروف بتيجي منين، هو طرف واحد اللي بيعمل هذه الخلافات وهذه الاختلافات مع كل المتجاوزين بالمناسبه، مره يطلع بنفسه مره يطلع الهزازيق كده يعني. فالكل بيحاول ان هو ممكن يكون بيخلي حد يكتب حاجه على السوشيال ميديا، مرة حد يطلع بالوكالة كده يرمي كلمتين ويجري يمسحهم تاني أول ما يلاقي الموضوع داخل في الجد. لكن هتقعد تقول الوسط الرياضي؟ الوسط الرياضي وسط محترم. كل ما أسمع حد يقول لك أصل الوسط الرياضي، الوسط الرياضي إيه؟ كلنا عارفين مين السبب الرئيسي في كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده، هو النادي الأهلي بيدخل نفسه في حاجة؟ النادي الأهلي ولا عايز يدخل نفسه في حاجة، النادي الأهلي بيفكر كيف يفوز بالبطولات، النادي الأهلي لا يرد على اي اساءات الا بالقانون، بيلجا للقضاء وده حقه الطبيعي. اوعوا تتخيلوا ان النادي الاهلي او اي حد ممكن ينتسب للنادي الاهلي ممكن يسيب حقه، بالعكس بناخد حقنا ولكن بالقانون وليس بغير القانون. وبالتالي ما ينفعش التعميم في هذه المساله، لان اهانه للوسط الرياضي المصري، الوسط الرياضي مليان ناس وكيانات لها كل الاحترام والتقدير. بصوا على انديه الدوري اللي نزلت، نزلت تهنئة الحقيقة للنادي الأهلي بالتتويج بالدوري، وهتلاقوا تقريبا كل الأندية الشعبية، المحلة والمنصورة، الجونة، حتى الجونة يعني، مقصة، المقاولين، العرب، أندية تانية كتير. الوسط الرياضي الأصل فيه الاحترام المتبادل، لكن للأسف للأسف حد بيكون خارج عن السياق وعن حدود اللياقة والاحترام هو اللي بيسيء لنفسه أو قبل ما يسيء لمكانته أو لأي حد، وبالتالي لا يصح التعميم. أتمنى أن الإعلام يكون حريص وهو بيتكلم. الإساءات بتيجي من اتجاه واحد فقط، ما تتكلموا عن هذه الإساءات، انتقدوا هذه الإساءات، ما تقولوش الوسط الرياضي. الوسط الرياضي مرة تانية وسط، أنا بشوف أنه هو وسط محترم جدا. أنا عايش في الوسط الرياضي بقالي، أنا عندي 48 سنة ولا 47 سنة، منهم خمسة منهم 40 سنة في الوسط الرياضي، كلهم ناس محترمة، حتى اللي بيننا وبينهم اختلافات بالمناسبة، يعني أنا ممكن أكون مختلف مع حد، ممكن أكون بعمل من حد الوسط الرياضي، ولكن بالمناسبة أنا في هذا البرنامج انتقدت صديق عمري وأخويا وحبيبي محمد بركات على حاجات عملها، ولكن باحترام وبأدب. هو ده منابر كثيرة جدا بتنتقد، ولكن بتنتقد باحترام وبأدب. لكن الإساءات معروفة بتطلع منين ومن مصدر واحد. وعلى ذكر الإساءات والكلام الكتير، يلا بقى معلش خليني أكمل كلامي في هذه النقطة. واحد ممكن يقضي عمره كله عمال يقول فلان ده ما ينفعش، يبقى قاعد، سوري أنا آسف، هيقعد حط رجل على رجل كده قاعد في التكييف وبيكتب كلمتين، يقول لك فلان ده ما ينفعش وفلان ده ما يعرفش وفلان ده فاشل. طيب بعد كده لما يتحط في موضع المسؤولية، لما يتحط في موضع المسؤولية بيفشل فشل ذريع، ولكن وبياخد كيان كبير كبير ومحترم ويهبط بيه للدرجة التانية، والله حرام. أنا مش عايز أقول أسماء، لأن لو قلت أسماء الاسم ده تحديدا يعني
ياما غلط في الكابتن خطيب، وياما غلط في مجلس إدارة النادي الأهلي. فسبحان الله عندما أصبح في موقف المسؤولية حصل إيه؟ خد نادي من هنا نزله درجة تانية على طول، على طول في سنة، في سنة من شهر 10 اللي فات على طول. أنا عارف إن أنا هطلع وفلان ده يتكلم هنا وده يشتم هنا وده، لكن في النهاية أنا هقول اللي جوايا، لأنه ما يصحش، ما يصحش. إحنا دايما لما بنيجي نتكلم حتى في اختلافي مع هذه الأسماء بتكلم بمنتهى الاحترام. أظن الرسالة وصلت، لأن الإدارة مش كلام بس، الإدارة مش كلام بس. سهل الواحد يتكلم وسهل يكتب له كلمتين خصوصا لما يبقى عندك غرض، خصوصا لما يبقى عندك غرض والغرض مرض. ولكن ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه العدل. تتحط في موضع المسؤولية وتفشل فشل ذريع، مش كلامي ولكن كلام جمهور محافظة كاملة، وسقوط بشع، ولكن للأسف الضحية كان نادي كبير وجماهيري، ونادي مش إسلام اللي بيتكلم. أنا الحقيقة اللي أنا بقوله ده بقوله لأنه جالي تليفونات كثيرة جدا 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 من هذه المحافظة الكبيرة والمحترمة. لكن سيبكم انتوا بس من الكلام ده.